زوار كتار اليوم راح يلاحظون شغلة مهمة جدا في فعالية تابعة لهيئة تنظيم الاتصالات. زي ما نشوف الآن الفعالية الآن مقامة موجودة، بس إيش موضوعها إيش تفاصيلها راح نعرفها إن شاء الله. هيئة تنظيم الاتصالات طبعا تحرص كل سنة على إقامة فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، واللي تصادف 15 مارس من كل سنة. الهدف من الفعالية هو الالتقاء المباشر مع مستهلكين خدمات الاتصالات والتعرف على آرائهم وأهم ملاحظاتهم على قطاع الاتصالات بشكل عام، وأيضا احنا نعرفهم على حقوقهم والتزاماتهم في قطاع الاتصالات، ونعرفهم ايضا بدور الهيئه بشكل عام شو اللي تقوم به من اعمال وش الخدمات اللي تقدمها للناس. اول شيء بخصوص خطوط الهواتف الارضيه ممكن يقدم شكوى اول شيء لمزود الخدمه، وخلال 72 ساعه لو ما انحلت عند مقدم الخدمه بيتصل علينا على الخط الساخن 103 واحنا بنتابع المشكله. هلا بخصوص انقطاع الخدمه للموبايل والخدمات الثانيه، خلال 48 ساعة يقدم خدمة، أول شيء يقدم شكوى عند مقدم الخدمة، ولو ما انحلت خلال 48 ساعة نفس الشيء بيتصل علينا على 103 وإحنا بنتابع الموضوع. وبالنسبة للشكاوي العامة شيء ما بخص أي شيء في الانقطاع، البروسيس بتكون نفس الشيء، يقدم شكوى في عند مقدم الخدمة وينتظر لمدة 30 يوم، أو تنحل الشكوى حل غير مرضي للمشترك بيتصل علينا على 103 وإحنا بنتابع الموضوع. هلا في شيء خاص بالكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه، بيقدموا شكوى عند مقدم الخدمه مهما كانت المشكله عندهم، بيقدم شكوى عند مقدم الخدمه وخلال 48 ساعه لو ما انحلت بيرجع لنا برضه على 103 واحنا بنتابع الموضوع.